السلام عليكم حبوبات ديالي، السلام عليكم خوتي الاعزاز، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. امه عليكم كيما العاده، شكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا لكم بزاف على اللايكات اللي حطيتو ليا البارح، شكرا لكم بزاف على النصائح اللي قدمتو لاختكم هاجر، راني كنموت عليكم. وجهي باقي شويه مريض، شي شويه باقا مريضه شي شويه، ولكن الحمد لله احسن من البارح، وهذا بفضل صدر ربي وفضل الدعوات ديالكم. شكرا لكم بزاف ولهلي خديكم عليا. قريت شي كومونتيرات كتقول لي هاجر احنا كنموتوا عليك، هاجر كنحماقوا عليك، حتى انا كنموت عليكم. بغيت نقول الناس اللي عادي يلتحقوا بيا في القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. كنقول الناس اللي يلتحقوا بيا في القناه كنقول لكم لهلي خديكم عليا، شكرا لكم على الالتحاق بالقناه ديالي، شكرا لكم بزاف والله يسهل امركم. والناس اللي ديما مدعميني كنقول لكم بيزو ليكم، بيزو كبيره ليكم، وراكم في القلب كما العاده، شكرا لكم بزاف ولا لي خديكم عليا. ما تنساوش ديروا لي لايك الله يخليكم، لان هذا لا فيديو بغيتو يوصل بزاف الناس اللي كانوا كيتسناو لي يسولوني بزاف، ودرت وجاوبتهم على زعما هذا تاع الفيديو على قبلهم، داكشي علاش كنتمنى انكم ديروا لي لايك باش هذا لا فيديو يوصل الناس اللي كيتسناوه. واحد السيده كتقول لي هاجر كطولي لنا في الفيديو. دابا بغيت نفهم هاد لا فيديو هذا، عافاك كتبوا ليا كاين اللي تيقول لي هاجر طولي لينا، حنا كنبغيوك تشوفكم كتهضري معانا. كاين اللي تيقول لي اختي وحده اللي قريت الكومونتير ديالها قالت لي اختي راكي كطولي بزاف المقدمه. نتوما عافاكم كتبوا ليا، انا ديما كنتبعكم نتوما شنو بغيتو، واش بغيتو نبدا نقصر لكم المقدمه ولا نطول لكم في المقدمه اللي بغيتو نتوما اللي حب خاطركم هاجر غتحطوا لكم. كنت كنطول لكم في المقدمه وكنجيكم ثقيله على القلب، قولوا لي ما نبقاش نفوت لكم جوج دقائق حتى لدقيقه. كنت شوفوا نتوما داكشي، انا غادي نقرا مزيان لي كومونتير، داكشي اللي الاغلبيه انا غادي نتبعو اختكم هاجر. بالعكس راه باغا القناه ديالها تزيد بها القدام، اي فوت حطيتو قولوا لي هاجر ما تبقاش ديري هكا، ما خاصش دير، خاصك ديري هكا، خاصك ديري هكا. اي نصيحه من عندكم راني كنشدها والله العظيم حتى كنشدها. شكرا لكم بزاف. ندخلوا في نفس الموضوع بس السيده ما تقلقش مني، حيت ما كنبغي حتى شي واحد يتقلق مني. اليوم غادي ندوي على شنو هما لي بابيي اللي قبلوا اللي كيطلبوا لا بانك باش ديري كريدي ايموبيلي. بالنسبه لفرنسا حطيت لكم ديك ثلاثه الفيلات، قلت لكم فوالا عافاكم عاونوني قولوا لي شكون محسن. مازال باقي غنصور لكم الفيلات، ماشي هذيك ماشي غير ثلاثه، يعني مازال قريت واحد السيده وعجبني الكومونتير ديالها قالت لي هاجر، يعني اغلبيه كيقول لي هاجر ما تزربيش، انا معاكم متفقه معاكم، وانا غتبقاو معايا دقه دقه ان شاء الله حتى نشريو الدار ان شاء الله اللي غادي نتفقوا عليها جميعا. كاين بزاف النصائح اللي تلقيتهم كتقول لي هاجر الا خديتي شي دار قديمه وخاصها تعاود بزاف، يعني فيها خساره الفلوس. قلتوا لي بان خاصك تشري الدار بين وبين، يعني تكون خاصه الاصلاح ولكن ماشي بزاف، يعني غير شي شويه بحال لابيطاج جبتو الدار الثالثه. المهم غادي ندخلوا في الموضوع، شنو هما لي بابي اللي مطلوبين هنايا في الكريدي ايموبيلي. بالنسبه لي انا البنكه اللي مشيت ليها باش نكون متفاهمين، انا مشيت للبنكه سي اي سي، ما كنديش لهم الاشهار وما عندهمش الكومب. انا عندي لابوست، يعني انا فاش جيت حليت في لابوست ما عرفتش علاش حليت فيها وبقيت فيها، ما نعرفش يمكن لقيتها قريبه ليا. المهم انا مشيت للبنكه ديال الضعفاء اختكم مشات للبنكه الضعفاء، انا مشيت لها عاديه في الاخر لقيتها ديال الضعفاء، وحنا كاملين ضعفاء تحت رحمه ديال سيدي ربي. يمكن حيت ما فيهاش الاقتطاعات، ولكن هذيك لا بوست ما كيديروش الكريدي ايموبيل، كيديروه ولكن بواحد الصعوبه، واحد الشروط كثيره بزاف. هي هذيك السيده مشيت لا بنك اللي فيها راجلي سي اي سي، اش كيطلبوا؟ 3 رولفي دو كونت بانكار، 3 بيلتان دو بي، ان سي دي اي، ديك كارت ديدونتيتي و اتيستاسيون ديال سميتو اتيستاسيون سيرتيفيكا دو دوميسيل، سيرتيفيكا دو دوميسيل، سيرتيفيكا دو دوميسيل. خمسه الحوايج، 3 بيلتان دو بي، 3 ديرنيير كونت بانكار، ان سي دي اي، كارت ديدونتيتي تكون اجور،
وكيطلبوا سيرتيفيكا دو دوميسيل اللي تكون اكتويال، يكون تكون السيرتيفيكا اللي تكون باقه جديده يعني في كل عنوان اللي نتوما ساكنين فيه. هاد الخمسه د الحوايج، هادو لي بابي اللي كتدي في الدوسي ديالك، هادو هما اللي كيطلبوا لك. ولكن الشروط ديال باش كتاخدي الكريدي هنا في فرنسا، سواء كوبل سواء غير واحد ما مجوج ما حتى شي حاجه، خاص تكون عندك سي دي. الا كنتي غير بوحدك عايشه بوحدك، خاصة تكون عندك سي دي لا بليبار ديال الابناك اللي انا كنعرفها، زعما الناس اللي خدامين معايا كيفاش خداو الكريدي، ضروري كيطلبوا ان سي دي، ضروري كيطلبوا ان سي دي. كنتو مجوجين واحد فيكم خاصو يكون عنده سي دي، الاخر ماشي مشكل. فهمتوا؟ تفهمنا؟ يعني واحد فيكم خاصو يكون عنده سي دي. هادو هما ثلاثه الوراق، هادو هما الخمسه الوراق اللي طلبوا لنا في الدوسي. كتمشي لعندهم كتقول لهم انا بغيت ناخذ كريدي ايموبيلي، انا حنا راه باقي ما تفاليديش ليا الكريدي، يعني غدا ان شاء الله غادي تفاليدي ليا، يا ربي يفاليديو ليا الكريدي ان شاء الله، بحكم انا عندي سي دي وراجلي ما عندوش. كنتمنى كل خير وان شاء الله يتفاليدا، علاش لا. كما قلت لكم كتديو هذاك الدوسي للبنكه، بعدا كتمشيو عندهم كتاخذوا عندهم رونديفو، كتقول لهم فوالا انا بغيت كريدي ايموبيلي، كيشوفوا لو سالير ديالك مع لو سالير ديال الطرف الثاني، كيديروا ليستيماسيون وكيعطيوك شحال تقدر سميتو. كيقول لك واش تاخذوا الكريدي بجوجكم، يعني الا كانوا بجوجهم ديال سي دي كيكون الكريدي طالع، كان غير واحد سي دي كيكون الكريدي شويه هابط. كيشوفوا على حسب لو سالير ديالك، كيديروا ديك سميتو الكالكول ديالهم، كيقول لك فوالا هذا هو المونطو اللي يمكن لابونك تعطيك. ملي كيعطيوك هذاك المونطون اللي ما غاديش تفوتو، هذاك المونطون اللي كيعطيوك باغ اكزومبل حنا غنقولو 150,000، خاص يكون فيه الثمن ديال النوتير، الثمن ديال لاجونس، الثمن ديال الشراء ديال الدار، يعني كيكون فيه داخل. لابونك ما غاديش تقول لك هاك 150,000 وعاد تخلص لك النوتير ولا تخلص لك سميتو لاجونس ديال الايموبيلي ولا شي حاجه، لا، هذيك 150,000 كيكون داخل فيها كلشي، الطوسي كلشي داخل فيها. سكيفي دابا نتوما ملي كتقلبوا على الدار ديما كتقلبوا على الثمن ارخص، الثمن اقل من هذيك 150,000 باش يلا يمكن لكم تخلصوا لاجونس، اللي لاجونس اللي ما كانوش عارفين الناس انها كتكون نيغوسيابل، كتنيغوسي نيغوسي معاهم الثمن. انا يا لا بليبار ما كانوش عارفين، كتنيغوسي حتى النوتير، وعاد الثمن اللي كيكون مكتوب في تيكون مكتوب ديال الدار في لا بيبليسيتي. باغ اكزومبل هذيك الديور اللي قلت لكم وحده 118 وحده 126 وحده ما عرفتش شحال الثمن ديالها 128 جو كخوا، هادوك يمكن لك تنيغوسي معاهم، كتنيغوسي مع لاجونس، ولاجونس كتقول على البروبريتير وكتشوفوا واش هو غادي يقدر ينقص ولا ما ينقصش. حنا ان شاء الله غدا عندنا رونديفو مع لا بنك، غادي باش غادي تجاوبنا، يعني غادي تجاوبنا، تصيفط لنا ميل ولا باغ تيليفون جي سي با، غادي تجاوبنا وتقول لنا سواء سميتو سواء الكريدي واش تقبل ولا ما تقبلش. المهم حنا من دفعنا لهم الدوسي قالوا لنا سيروا قلبوا على الدار، مي كيخرج ديك لاكورد ديال الكريدي خاصك تجيبوا ليها بروميس دو فونت. مي كتشوفوا الدار اللي كتعجبكم كتمشيو لاجونس كتقول لها فوالا هذه هي الدار اللي كتعجبنا، كتسينيو معاها البروميس دو فونت. هذيك البروميس دو فونت الوعد البيع ما بين الطرفين، كتسنيوها بجوجكم نتوما والبروبريتير ديال ديك الدار، وكتحطوا ان افونس اللي كتكون 1000 اورو كتعطيوها الى كتعطيوها سميتو لاجونس فيرمون ولا شيك، جو كخوا شيك، كتعطيها شيك باش الى مثلا هذاك الوعد خلفتيه ديك 1000 اورو كياخذوها بروبريتير جو كخوا، واش بروبريتير ولا لاجونس جو سي با. ويلا لا بنك هي اللي رفضت لك الكريدي سميتو، الى لا بنك هي اللي رفضت لك الكريدي هذاك ال 1000 اورو كترجع لك. تفهمنا؟ الى لا بنك رفضت لك الكريدي 1000 اورو كترجع لك، ويلا انتيا اللي ما بغيتيش تشري الدار خلفتي ديك ما قلتي لهم لا ما كليتش باغا ديك الدار، ما كليتش باغا ندير كليه، ما كليتش باغا، المهم شي سبب اخر، هذيك 1000 اورو اللي كتكون مكتوبه في بروميس دو فونت اللي كتكون بارشيك
ولا انفيرمون جي سي با كتاخذها لسوا لاجونس لو بروبريتير هاد النقطه اللي ما عرفتهاش بالضبط. المهم كنت سولتني قلت لي عافاك شنو هما الوراق اللي مطلوبين هادشي اللي كاين. الشرط هو تكون واحد من الطرفين يكون عنده سي دي اي. كانوا كيقولوا لي خاصك تكون عندك ناسيوناليتي. لا با فورسيمون تكون عندك ناسيوناليتي باش تشري الدار هنايا، خاصك تكون عندك غير كارت سيجور و ان سي دي اي. هادو هما الشروط باش غادي تشريو و لي بابيي راه ساهلين. نعاود نقولها لكم لا ثوازيام فوا، تخوا بيلتان دو بي، تخوا ديرنيير رولفي دو بانكار، لا كارت ديدونتيتي، شنو قلنا عاوتاني، لا كارت ديدونتيتي، بروميس دو فونت، وعاد هذيك اتيستاسيون دو دوميسيل تكون اكتويل. صافي هادشي اللي كاين البنات. الا كان شي سؤال اخر المهم انا بدات كتشدني الخلعه مع غدا ان شاء الله غادي يجاوبوني على الكريد واش غيتقبلوا ولا لا. غادي تحطوا ليا في الكومونتير شنو باغين شي سؤال عندكم مازال نزيد نجاوبكم. ايوا صافي نخليكم، هذا هو نهايه الفيديو. كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم ان شاء الله وتستافدوا منه بزاف. مرحبا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تشاو تشاو لكم.